شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الأسد؟ أشوفهم هني أشخاص يريدون أن يفرضون سيطرتهم عليك، يملكون عليك شيء، تكون أنت دائما محتاج لهم بسبب أن مسكوا عليك شيء في محيط العمل. يتصرفون أنهم قاعدين يساعدونك، ولكن يدخلونك في متاهة، يدخلونك في مشكلة عشان أهم يطلعونك منها. لو كان مثلا في محيط الدراسة، هؤلاء الأشخاص يعطونك الأجوبة أو يوهمونك بأجوبة خاطئة عشان بعدين ترد تحتاج لهم. يدخلونك في نوع من الدوامة، يريدونك دائما أن تكون محتاج لهم. إحنا نعرف برج الجدي من الأبراج الأكثر الاستقلالية، اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم، هم لا يعتمدون على الآخرين. إنزين، نوضح أربع الأغصان. عشرة السيوف، كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي أن أنت منتبه في محيطك العملي، حتى إذا كان عندك مثلا بزنس، أنت مريت بالكثير من الصدمات، الخبرات، التجارب. انتهى الوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي، أنت جدا واعي، وإن كنت تتصرف بشكل عفوي، لكن أنت جدا واعي، عندك الخبرة اللي تحتاجها، ملكت الحكمة. التجارب المؤلمة هني هي اللي خلتك تصل أو ستصل إلى مستوى ملك الأكواب. طاقة الملك ليست بالشيء الهين، ليست بالشيء الهين. ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا، الماء أيضا يرمز إلى الذكاء العاطفي. لما يكون في أشخاص أعرف أن يضمرون لي شرا، ولكن أستطيع أن أتعامل معهم، لأن هذا هو الشيء الذكي، أستطيع أتعامل معهم على أساس أني ما أعرف نيتهم، أتجاهل. نعم يا برج الجدي، التجاهل هو الحل الأفضل لك من أجل أن تأمن شرهم، وفي نفس الوقت تحقق لنفسك هذا النمو. أشوفه هنا جدا جميل، نمو مادي ولكنه جدا ثابت، بشكل يومي، بشكل شهري، بشكل سنوي. هاي النوع من التطورات المادية اللي راح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع، تكون صغيرة ولكن ثابتة. نوضح آخر كرت ملك الأكواب. عشرة الأغصان، كلها نهايات، كلها نهايات. عشرة الأغصان معناته راح هني، شوف، مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم؟ لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل، في وضع عندك مادي، قاعد تلوم نفسك لأن التطورات فيه ليست كما يجب، هذا في الماضي. ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة، تكتشف هني الحقيقة أيضا الشمس، تكتشف الأشخاص على حقيقتهم، تعرف. فهني راح تطلع والحمد لله من طاقة اللي تلوم نفسك. برج الجدي كثير التفكير، لما في شخص يزعل منه أو هو يزعل من شخص، يظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر، ما يتوقف عن التفكير. هو يسمونه دائما البرج الترابي، اللي يتصرف كبرج هوائي، طاقة العقل. وهذه طبيعتك، دائما أنت اللي تحمل المسؤوليات ويعتمد عليك. ولكن في الفترة القادمة ستتحرر، أو على الأقل ستتوقف عن أن تلوم نفسك، لأنها ما أدري هني أحسك ستدرك أن أنت ما تقدر تتحكم بنوايا الأشخاص، ما تقدر تتحكم في هني. طاقة برج الأسد هي طاقة التحكم، الشخص يروض الأسد من أجل أن يتحكم فيه. ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي، أدركت أنه ما تقدر تتحكم فيهم، فراح تتقبلهم على طبيعتهم، سواء الظاهر منهم وأيضا الباطن من نيتهم. طاقة جدا جميلة، طاقة تقبل الواقع، وأظل أركز في نفسي، أظل وإن كنت عند الكثير من المسؤوليات المادية، أنا عارف أن الأموال القادمة في طريقي راح تساعدني، راح تأتيك مساعدة، ما راح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك، راح تكون الأموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا. العشرة هي دائما النهايات، وصلنا إلى رقم النضوج ومستعدين إلى البدايات الجميلة الجديدة. رح ننتقل إلى القراءة العاطفية. طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة،
مش مخصصة مثلا لمرتبطين أو منفصلين. وأتمنى أني أسوي لكم إن شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه. أوكي، رح ننظر هني بشكل عام إلى وضعك العاطفي يا برج الجدي. هل هو كما وضعك العملي؟ فيه نمو، فيه تطور، فيه تقبل وانكشاف لحقائق. أول كارت العالم. إما أنت أو الشريك، هذا الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا أنت حتى، ولكن في رغبة هني للسفر، رغبة قوية. طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن أن احنا نختم مرحلة معينة بنجاح. وفيه أربعة الأبراج الرئيسية: برج الثور، برج الأسد، برج العقرب. رمزه هني النسر، ولكن هذا هو برج العقرب، وهذا برج الدلو. احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية. اللي بعده عشرة السيوف. شريكك مش انه استسلم أو إنه متمسك، يحتاج إلى مثل العطلة، عطلة يفكر فيها، عطلة مخطط إنه يبتعد من أجل أن شوي يرتاح أو يكتشف. إنزين، كأنما لأن أشوف هني هذا الشخص حاول أن يتفاهم معاك، يتواصل معاك، ولكن ما وصلت إلى نقطة التقاء في وجهات النظر. ثلاثة السيوف مرة أخرى، في مصاعب، في طرف ثالث من جانبك أو من جانبه هو اللي مسبب هذا الألم أو هذا النوع من النهاية. فما بقول لك هني نهاية، لأن قلت لك هذا نختم مرحلة معينة، نختم مرحلة الألم وعدم التفاهم، مش معناته أنه ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص. ملك الأرض، هذه هي طاقتك. أشوفك هنا كأنما عندك شوي نوع من هو لا ثقة ولا إن حتى تمني، عندك إحساس داخلي قوي. إذا كان موجود هو صحيح، إذا ما كان موجود فانتبه لهذا الإحساس. عندك إحساس أن هذا الشخص مهما ابتعد، مهما انفصلته، مهما هو انهى الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة، ولكن سيرجع لك. في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل إلى بلدان عديدة، أنت على باله، مجرد يريد شوي أن يأخذ متنفس خلينا نقول، ورح يرجع لك. وانت واثق، هني اشوفك تضحك، تعرف ان بينك وبينه في تواصل غريب عجيب، انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان في بينكم تواصل حالي. اربع الاغصان. هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي؟ إذا أنت كنت الرجل فالطاقة لك أن تحاول تراضي الشريك عن طريق أن تفتح موضوع الالتزام، الارتباط، الزواج نفسه. إذا كنت أنت الجدي المرأة، فأشوف هني طاقتك، الطاقة تقول لك أن هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير، عندك شخص يحب الحرية، عندك شخص يحب أنه ينوع، يتجدد، ما يظل مستقر. أنت هنا عندك طاقة الاستقرار، أبقى في مكاني أنتظر الشخص هو يرجع لي. هذا الشخص أشوفه مسافر أو يريد، مخطط أنه يسافر، أوكي، ومشغول في نفسه حاليا، ولكن أعرف أن الأساس اللي تملكه أنت جدا مغري بالنسبة لك. أنت جذبه،
تجذبه، وشلون تجذبه هذا الشخص؟ عن طريق استقرارك، طاقة الدفء، طاقة الحنان، طاقة اللي أنا راح أظل موجود من أجلك وما راح أصدك يوم من الأيام، لأن دائما ملك الأرض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب، اللي يعطينا الغالي والرخيص، عرفت؟ فعطائك اللامحدود هو اللي راح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك، إنزين؟ من أجل أن في النهاية دائما راح يرجع لك. أنا ما هني أشوف الطاقة برج الجدي، ايش قلت لك؟ انت اللي تتحمل العبء عندما يفشل الاخرون في حمله. فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله، راح يكتشف هذا الشيء بطريقته الخاصه، ما حد يقدر يتحمله غيرك انت، راح في النهايه يتذكرك، تجي على باله ويرجع لك. راح الحين نوضح الكارتات. الكرت الإمبراطورة، ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا. هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل. اللي تتعامل معاه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل، دائما يعتقد ان عندما يرحل راح يلاقي شخص افضل، علاقة افضل، زواج افضل، عطاء افضل على الجانب الاخر، اوكي؟ ولكن راح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة. هذا الكرت ايضا انقلب. فارس الارض، كأنما اوكي، ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس. اذا انت الجدي المرأة، فالشريك راح يكون مستحي من تصرفاته الماضية معك السابقة، وراح شوي شوي يحاول أن يتقرب منك بحذر من دون أن تحس حتى بخطوات تجاهك. إذا أنت كنت الجدي الرجل، فكأنما أنت هني أحس أن شريكك هو اللي وضع رجله على الأرض وقال لك إذا الأمور ما راح تمشي حسب تقديري، حسب مزاجي، حسب اللي مفروض، ما ادري شلون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقته الخاصه. اذا الامور ما راح تمشي بطريقته الخاصه، لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير وعندك استقرار، ولكن ما تعطيني كفايه وقت، جهد، ما تعطيني كفايه. اما تصير الامور حسب مزاجي، اما اني هذا الشخص يقول لك راح ابتعد. خلنا نشوف ثلاث سيوف. عشرة الأكواب، أشوف إن اللي بينكم زعل، زعل ومختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم. الأكواب هي طاقة المشاعر. هني لما أشوف الأكواب مصفوفين كلهم فوق، معناته مسمى العلاقة، عندكم اختلاف على إجراءات العلاقة حتى. يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على أشياء، تفاصيل، خصوصا شريكك يدقق فيها، وهذه تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل. مثلا إذا أنتوا في علاقة، هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيره، لو قلت له مثلا إحنا أصدقاء يزعل. ممكن أيضا العكس، هذا الشخص هو اللي يقول لك إحنا أصدقاء، أنا لا أريد الارتباط، أنا أريد أن أرحل أسافر. اعكس الطاقة. ولكن هني اشوف مسمى، تختلفون على شلون تسمون الاشياء، شنو نوعية العلاقة، شنو نوعية عطائك انت له، اوكي، او عطاء حتى هو لك اذا كان هو الرجل. خلينا نشوف كرت ملك الارض، الكوب الاول. هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء، ناضج، تملك الاموال، ملك الارض، عندك الاستقرار وتقدر تعطيه، ولكن ما يحس ان انت هنا قاعد تعطيه حب، مشاعر. هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي، طاقة الماء ما تنمسك في اليد، ابي شيء ثابت مستقر، ابي كلمة، ابي وعد،
أبي أنك فعلا تتقدم لخطبتي، أبي تثبت لي أن أنت تحبني بطريقة جادة، نتزوج، نرتبط، تبتدي تسوي الأمور أو ترتب حياتك على حسب إحنا شلون نتفق. تعاملني كشريكة، تعاملني كشريك، ما تخبي عني الأمور، تشركني في حياتك. هني نتكلم عن الشراكة نفسها، شلون قاعدة تصير، هذا هو سبب الاختلاف. ولكن مثل ما قلت لك، هذا الشخص أحس أنه مهما ابتعدتوا عن بعض في النهاية بينكم طريق، وإن كان في المستقبل. آخر كرت، هذا الكرت سقط، هذا الكرت طبعا بدون اسم. هني تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت، توأم الروح، ولكن العدد، عدد الطيور اللي موجود فوق 7. 7 هو رقم الانتظار. مثل ما قلت لك، بينكم طريق في المستقبل، بينكم قصتكم هني لم تنتهي، لم تنتهي، لم تصلوا إلى خاتمة القصة أو الحكاية أبدا، توكم في بداية الطريق. أشوف أنه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم، بسرعة انجذبتوا لبعض، ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة أيضا تكركبت الأمور، صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم. واحد مثلا يقول للثاني أنت ما تتصل كفاية، أنت ما تهتم كفاية، أنت ما حسك جاد معاي كفاية. أنت جاد في الحياة، جاد في الأموال، ولكن مش جاد معاي. هني في النهاية في التقاء، في طريق، ولكن عندنا 7. 7 معناته أن الأمور راح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك. قراءة جدا جميلة يا برج الجدي. خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك، مثل نتائج الفحوصات، مقدم على قرض، مقدم على مشروع، تطلب الحصول على تأشيرة من أجل الهجرة. خلنا نشوف. أول كرت ملكة السيوف، دلو، ميزان، جوزاء. تسعة السيوف، ثمانية الأكواب، الخماسيين، أوكي، ملك الأكواب. عزيزي برج الجدي، في شخص الجهة اللي قاعد تقدم عليها، إنزين، أو حتى الشخص اللي قاعد تحاول أن تحصل منه على الموافقة، هو شخص ظاهرة جاف، ولكن داخله إنسان مخذول، إنسان مخذول. هني يقول لك أنت اللي لازم تاخذ طاقة ملك الأكواب، أنت اللي لازم تستوعب. هني لا، يقول لك لا تحكم على الشخص بمظهره، أنت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل. يعني مثلا لو قدمت على طلب، الاستمارة نفسها طويلة، الاشتراطات نفسها معقدة، ولكن إذا جيت تنفذها راح تلاقي إنها سهلة. إذا جيت تقدمها راح تلاقي في تعاون، راح تلاقي في تعاون. الأمور ليست كما تظن، الأمور أسهل مما تظن من ناحية الأمور اللي تحاول أن تقدم عليها. نعم، في الكثير من الاشتراطات لدرجة أنك هني قاعدة تفكر في الاستسلام، ما ينفع ما ينفع ما ينفع أسوي كذي، ما ينفع أسوي كذي. ولكن يقول لك لا، عليك فقط أن تبتدي تأخذ، تجرب، حتى على الأقل جرب، جرب من أجل التسلية، لا تأخذ الموضوع جد، فقط جرب أنك تقدم أو تقبل على هذا الشيء اللي أنت تريد أن تحققه، اقبل عليه. النتيجة راح تكون، أو الحل لمشكلتك، الرد على طلبك راح يكون جدا أسهل مما تتصور. هنا عندنا الملكة الشكاكة، انزل، تعتقد ان هذا الشخص، هؤلاء الجهة راح يطلبون منك الكثير. نعم،
ولكن أثناء المعاملات نفسها راح تكتشف إن في طاقة تعاون من جهتهم، وإن كانوا هني شكلهم جاف، في تعاون من جهتهم هني كأن ما يملكون سمعة سيئة، ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم راح تلاقي إن في تعاون من جانبهم، وفي حتى استثناءات راح يسوونها من أجلك أنت معاهم، بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الآخرين، ولكن معاك أنت بالذات راح يكون تعاملهم جدا مرن.